معانا على التليفون ويمكن احد الاصدقاء المقربين ليا طبعا الكابتن محمد السيفي. كابتن محمد السيفي من طبعا من المدربين الكبار جدا، يمكن كان متواجد معايا، كان متواجد مع على مستوى المنتخبات وخاصه منتخبات الشباب، قدم نتائج طيبه. وخلي بالكم كمان ده الكابتن جوهري هو كمان اللي قال عليه من المدربين الجيدين. كابتن جوهري كان طبعا هو في نادي هليوبلس، واشرف كان بيشرف على الكره في نادي هليوبلس، وتدرج لغايه ما بقى طبعا مساعد او مدرب لمنتخبات كتيره، منتخب مصر للشباب. للاسف بيمر بظروف صحيه صعبه، بنقول له الحمد لله على السلامه. ومعانا على التليفون كابتن محمد السيفي. مساء الخير ومنور قناه النادي الاهلي والبيت الكبير. الله يخليك كابتن هاني، ازي صحتك؟ وحشني جدا جدا طبعا، وسلامي لحضرتك وسلامي لسهام. الف سلام عليك. قناه الاهلي الجميله المحترمه طبعا، شرف كبير ليا ان انا ابقى متواجد في قناه الاهلي مع حضرتك. طبعا قناه الاهلي سباقه، يمكن في بدايه عملياتي كان دايما بيطمنوا عليا وبيسالوا. الحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، يعني كانت سنه صعبه شويه، بس الحمد لله رب العالمين ابتديت اتعافى، وان شاء الله اخر عمليه عملتها من اسبوعين تقريبا. بشكر ربنا وبشكر الحمد لله حب الناس كتير جدا جدا وكتير ساعد عليا. طمنا عليك يا كابتن. يعني ايه العمليه اللي حضرتك اجرتها، وطمنا دلوقتي على حالتك الصحيه اكتر؟ هو الحمد لله طبعا بفضل ربنا، يعني الحمد لله ربنا نجاني. انا بقى لي سنه بالظبط في القصه دي، كان مشكله في القولون، وكنت عملت كذا حوالي 11 عمليه جراحيه خلال السنه دي. 11 عمليه في سنه؟ 11 عمليه. لا الف سلام عليك. شويه قوي يعني. يمكن طبعا كابتن هاني بشكره طبعا، لو شكرت مصر كلها مش عايز اقول لحضرتك. لا اصل انت اتفضل يا سيف. وكان كابتن هاني على طول معايا اتصال، الاستاذ حاتم الشربيني كان دايما، وقبل كده في حلقتين برضو كنت متواجد معاهم وكانوا بيطمنوا. بشكر كل الناس، وطبعا كابتن هاني الجميل، بشكر البرنامج. لا. بشكر كابتن هاني والحلقه بجد. البرنامج مش بجد تحيز او حاجه، من البرامج فعلا في النقله الجديده بتاعت قناه النادي الاهلي، فعلا بالبيت الكبير، ودايما متابعكم وبشوف ناس بجد كانوا فعلا غايبين جدا عن الساحه، ببقى مبسوط جدا لما بشوفهم. طبعا بيتحاور مع نجم كبير قوي زي كابتن هاني بطله جميله جدا زي ما كنا شفناه، وشرفت ان انا اشتغلت معاه على مستوى المنتخبات. زي نجاحه في المنتخبات فعلا اكتسبنا اعلامي جميل محترم، وده صدقيني مش يعني مش بجامله او حاجه، لا بجد ده باراء كل الناس. اعلامي لزق كبير قوي يا صيفي اعلامي. لا انا لسه بقالي شهرين الموضوع. لا اعلامي قد الدنيا خالص، اصل موضوع اعلامي ديت لا، يعني خلينا نتكلم في الاطار الصح. انا بحاول، وده بيتي، ده النادي الاهلي في اي مكان بقدمه. لا حبيبي، مش انت تفتكر الناس اللي بجنبك. لا والله، لا ربنا يخليك. جميله جدا، خبره قويه. يمكن انا يمكن اكتر حد كان اشتغلت مع بعض، وعارف ان انت مدرب كبير وعلى مستوى كبير جدا جدا، فكانت حته الاعلام دي يعني من دون مجامله في ناس كتير قوي دخلوا فيها من بتوع الكوره، بس انت بطله جميله. وطبعا مع حضرتك استاذ سهام برنامج بجد يعني شهاده مجروحه، مش يعني انا مش بتكلم عشان اقول ان لا، بجد الاول طبعا بحترم قناه الاهلي، قناه كبيره جدا جدا جدا، وبالتوفيق مجلس اداره كابتن محمود الخطيب الكابتن الكبير، اللي فعلا قناه في الفتره اللي فاتت دي بجد مش مجامله، بقى ليها شكل تاني ولون تاني، برامج مختلفه، الوجوه الجديده اللي دخلت فعلا عملت فيها. اكيد طبعا حضراتكم حاسين من المشاهدات الكتيره، وفعلا البرنامج ده من اقوى البرامج دلوقتي بجد اللي في الاعلام. انا مبسوط جدا وبشكركم، وبشكر طبعا كل الناس، يعني لو شكرت طبعا شرف الرياضه واهتمامه كابتن ابو جير، يعني طبعا مهما اقول طبعا يعني لا، انت تستحق كل خير يا صيفي. انت من زي ما بقول من الناس المحترمين جدا، واشتغلنا مع بعض وانت مدرب كبير. يا رب ان شاء الله تكون دي اخر عمليه باذن الله، وترجع هي دي اخر عمليه، ما احنا عايزين نعرف. ان شاء الله دي اخر عمليه يا كابتن. ان شاء الله دي مفروض ان شاء الله باذن الله دي اخر عمليه باذن الله. حاجه بقى كده كان بقى لي سنه مركب، زي عندي تغيير مسار او كده، كان باخدها واحده واحده. كانت العمليه صعبه شويه، فعلى عشان كده كانت العمليات كتير قوي، كنا بنشتغل كده سنه. طبعا بشكر الدكتور الكبير دكتور خالد الفقي، من اكبر الجراحين في مصر بصراحه، يعني طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله. ويمكن دي ادتني حب ناس كتار جدا جدا جدا، والناس الوفيه، وطبعا منهم كابتن هاني. كان بقى لنا كتير قوي ما فيش اتصالات، ما كانش حد يعرف، كان على طول بيتابعني في المستشفى، وعلى المستوى الانساني انسان جميل ومحترم، ومش عايز بجد ان انا بتكلم كده تبقى شهاده مجروحه،
انما فعلا انا يعني ممتن جدا جدا لقناه الاهلي اللي من البدايات بجد تابعوني وكذا مره كانوا بيتصلوا بيا. دي مش جديده على النادي الاهلي ومجلس ادارته دايما والاعلاميين المحترمين جدا جدا، والحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ان شاء الله. يلا شد حيلك كده بقى بالسلامه وكتر الصلاه. يعني شد حيلك وجينا هنا عشان كابتن سيفي كمان من زي ما بنتكلم المدربين الواعدين واشتغل على مستوى المنتخبات. وطبعا بنشكرك يا سيفي والف سلام عليك، وان شاء الله باذن الله تكون متواجد معانا هنا في قناه النادي الاهلي والناس كلها تطمن عليك. الف سلامه. شكرا ليك. الف سلامه. الف سلامه عليك. طيب نروح بقى الخبر حزين شويه معلش، بس عايزين برضه نتكلم على نقطه مهمه جدا. يعني كمان انا عارف ان الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه بيقوم بمجهود كبير جدا، واعتقد الفتره اللي فاتت كان بيبص الحالات مماثله كتيره جدا زي الصيفي، فان شاء الله كمان عنده لجنه خاصه بتبص على الناس الحالات المرضيه اللي بتحتاج. طبعا الصيفي محتاج دعم معنوي اكيد، ولو طبعا دكتور اشرف صبحي معروف بالخطوات السابقه ديت ان شاء الله، لان الصيفي من ولاد مصر اللي خدموا منتخب مصر وخدموا يعني اجيال كثيره من المنتخبات، فان شاء الله يكون في نظره ان شاء الله من الدكتور اشرف صبحي.